مهلا مشاهدينا، فخلينا ننتقل لصالة نادي الجلاء يلي عم تحتضن فعاليات المسابقة البرمجية السورية مع زميلتنا أريج فرزلي يلي متواجدة بالجلاء لحتى تطلع معها أكثر عن كيفية سير المسابقة. صباح الخير يا أريج. صباح الخير لك ليا، وصباح الخير لك نور، ولجميع مشاهدي الإخبارية السورية. نحن اليوم متواجدين بمدينة الجلاء الرياضية أكيد لحتى ننقل المسابقة البرمجية السورية يلي تعد أضخم وأشهر المسابقات عالميا، واليوم بنسختها السورية عم تحقق انتشار واسع ضمن تسهيلات وتقديمات وتقديم كل يلي بيلزم العقول المستقبل لشباب المستقبل يلي هالمسابقة دايما تسعى لخلق جيل واعي ومبدع واكتشاف مواهب مبدعة مبرمجة في هذا المجال. واليوم نحن لحتى نتعرف أكثر على المسابقة بتحضيراتها النهائية وامتحاناتها النهائية، اليوم بصيرنا نرحب بالأستاذ خليل العجمي رئيس الجامعة الافتراضية. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا، كيفك؟ أهلا فيكم. أهلا حضراتكم من المستضيفين لهالمسابقة وشركاء رئيسيين فيها. الجامعة الافتراضية كيف عم تشارك بهالمسابقة؟ حقيقة الجامعة الافتراضية إلى نمطين من المشاركة. أول شيء هي كأي جامعة حكومية أو خاصة سورية عم بتشارك بفرقة، عندها 4 فرق عم يشاركوا بالمسابقة حاليا وعم يتنافسوا للتأهل الإقليمي. النمط الثاني هو أن الجامعة عم تستضيف هذه المسابقة من عام 2017 طبعا كجزء من النشاطات العلمية اللي بتقوم بها الجامعة، وبنعتقد انه موضوع التقنيات البرمجية هو من صلب عمل الجامعة ومن صلب طريقة التدريس اللي هي طريقة التدريس بالاعتماد على التعلم الالكتروني والافتراضي. اكيد احنا نتمنى لهم كل التوفيق للجامعة الافتراضية بمشاركتها بهالمسابقة، وشكرا كثير لك. شكرا. هلا كمان اكيد بدي رحب بالاستاذ محمد فؤاد المدير التنفيذي للمسابقة البرمجية بالوطن العربي وافريقيا. يسعد صباحك. اهلا وسهلا، صباح الخير. يعني اليوم في مشاركة بنسخة سورية اليوم لهالمسابقة، كيف شايف تحضير الطلاب وخاصة في 75 فريق مشارك بهالمسابقة؟ ده الدور النهائي 75. احنا المسابقة ابتدت على مراحل، احنا وصلنا تقريبا ل 200 فريق سبقوا في الجامعات السورية عشان نوصل للنهائي هو 75 فريق النهاردة. الحقيقة انا فخور جدا باللي انا بشوفه في سوريا والمسابقة على المستوى العلمي او على المستوى التنظيمي. المسابقة من كل سنة من نجاح لنجاح، وأنا باجي المسابقة السورية أشوف السنة دي عاملين إيه جديد عشان أقول لبقية الدول في الوطن العربي يحاولوا يقلدوا المسابقة السورية. اليوم مسابقة بسوريا، بعدين رح يتم اختيار إقليميا بعدين عالميا، كيف بيتم هالموضوع؟ حسب النتيجة. إحنا بيبقى عندنا كل مسابقة في الوطن العربي او في افريقيا ليها عدد معين من السلوتس، عدد معين من المقاعد في المسابقه العربيه او الافريقيه، بيتحدد بناء على النتيجه وبناء على عدد الفرق المشاركه من كل جامعه. اعتقد ان كالعاده سوريا بيبقى ليها نصيب الاسد في المسابقه، يعني بيبقى ليها نسبه كبيره يعني. شكرا كثير لك لكذا. شكرا مرسي. دكتور جعفر الخيار، يسعد صباحك. خير، اهلا وسهلا فيكم. حضرتك رئيس المسابقة، يعني اليوم امبارح كانت بالنسخة التحضيرية والتجريبية، اليوم نسخة نهائية، اليوم 75 فريق مشارك وفي كتير تحضيرات، خبرنا كيف وصلوا الطلاب لهالمرحلة. مثل ما انك شايف في ورشة عمل كبيرة مشارك فيها حوالي 200 شخص بالتنظيم من 11 جامعة سورية. الناس وصلت ال 75 فريق وصلوا عبر 7 مسابقات تأهيلية أجريت في 7 أمكنة بسوريا. بدأنا مع جامعة تشرين وانتهينا مع جامعة حلب. من كل مسابقة تأهل عدد من الفرق، طبعا أفضل الفرق في المسابقة يتناسب مع عدد الفرق المشاركة في هذه المسابقة. هلا نحن شايفين اذا بننزل لتحت دكتور خلينا نشوف شوي في البولين، هدول مو عن عبس محطوطين البولين، في لهم غايه لكل لون في مساله. لك يا عزيزي اذا الكاميرا بتاخذ شعار المسابقه يلي هو فكر ابدع واطلق حلا، البالون بيطلع مع ايجاد الحل. لكل مساله من المسائل المحلوله لون من الوان البوالين. لما بيبدأ فريق بحل مسألة
نعم وبيوصل للحل بنعلق له بالون. كل الفرق اللي بالقاعة رح تشوف البالون تتوجه نحو المسألة إنه هذه المسألة سهلة ممكن حلها وتشتغل فيها، نوع من التحفيز للمنافسة ضمن القاعة. بعد ساعتين ثلاثة رح تشوف القاعة تلونت، في فرق رح تحل عدد كبير من المسائل، رح يكون عندها عدد كبير من البولين، وفي فرق رح تحل عدد أقل، وكل واحد رح يأخذ عدد من البولين يتناسب مع جهده. فهي أحد رموز المسابقة البالون. يعني مسؤولية كبيرة اليوم اكتشاف هالعقول المبدعة من الشباب، قديش الجهود عم تنبذل لحتى دايما اسم سوريا يرفع علم والمعرفة؟ حقيقة المسابقة هي جهد كبير من الجامعة السورية، عندنا دعم هائل من وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات لهالثقافة اللي هي ثقافة عمل تطوعي. نحن بنفتخر أنه كل المسابقات السورية تنجز بأيدي سوري، سواء من حيث التحضير التقني، الشبكة اللي شايفينها شبكة كتير معقدة وكتير صعب إنجازها، كتير عليها متطلبات أمن وأداء وإلى آخره، من أقوى الشبكات اللي ممكن تشوفيها بالجامعات السورية، أنجزت بأيدي سورية، المسائل في معظمها من أيدي سورية أيضا، التحضيرات اللوجستية والإعلام كله بأيدي متطوعين. هي النقطة القوية الأساسية أنه ثقافة التطوع بالمسابقة وثقافة التعاون والتشارك والتنافس الشريف من القوة بدرجة أنه اللي بيدخل على المسابقة ما بيتركها. أكيد نتمنى لكل الطلاب التوفيق والله يعطيكم العافية. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكم. يعني احنا بنحب نذكر أن الإخبارية السورية هي من الرعاة الإعلاميين بمسابقة البرمجية السورية. بنتمنى كل التوفيق للعقول السورية المبدعة من طلاب كافة الجامعات السورية. رح نرجع لكم لصباحنا غير ومعك ليا ونور.